أطلقت وزارة الاقتصاد منصة إلكترونية جديدة خاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي جرى توقيعها في فبراير 2022، وتدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، وتتيح المنصة الإلكترونية للشركات والمستثمرين في دولة الإمارات الراغبين في الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بتلك الاتفاقية التاريخية، والتي تنبئ ببدء حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.